مرحبا برج الجدي، اهلا فيكم. كرت الموت كرت برج العقرب. شريكك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره، وصل الى مرحله قرر بينه وبين نفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك، مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبين نفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص، مو مستعد. فعكس هاي الطاقه عنده طاقه الهروب، طاقه النسيان، طاقه الابتعاد، طاقه ان الهي نفسي بشيء ثاني. مثل ما تشوف هني هذا كرت برج العقرب الموت، في الكثير من الأشياء القديمة اللي يجب أن تنتهي أو تتحول عشان نروح مكان جديد. هذا الشخص قرر أنه يروح يمضي قدما، ولكن لحد الآن ترى ما تعامل مع مشاعره، لحد الآن ما استوعب، ما قرر بخصوصك. تمبرنس، كرت برج القوس، وراها الرجل المعلق. شريكك الحين في حالة إلهاء، في حالة إلهاء، في حالة صبر، في حالة اتباع سياسة النفس الطويل، قاعد يثبت لنفس الشيء. كبرياء انجرح، أوكي. مشاعره تجاهك أحس عنده نوع من اللوم، عنده نوع من الاشتياق، ولكن قاعد يلومك، قاعد يقول كأنما بسبب برج الجدي هذا الشيء صار، لو برج الجدي ما سوى أنا ما سويت. عنده أيضا مشاعر لوم. الرجل المعلق ماخذ سياسة مو بس النفس الطويل، تعرف اللي احنا نقول نخلي القدر على نار هادية لحد ما تستوي الطبخة، مو مستعجل، مو مستعجل. هذا الشيء كله قاعد ينبع من عناده وتمسكه بالأمور، لأن الرجل هذا معلق، متمسك بالشجرة، متعلق بالأمور لحد الآن. ما غفر لك إذا أنت صدر من جانبك أخطاء أو تقصير، ما غفر لك، نفس الوقت ما تعامل معاها، مع أخطائك، مع أخطائه، في طاقة إلهاء. إنزين، لحد الآن يشتاق لك، لحد الآن عنده أمل بما أنه قاعد يسوي كل هذا الشيء، لأن لو ما عنده أمل وقطع أمله منك كان أصلا أخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطعها، تخلص منها. ما تشوف هنا في طاقة تخلص، طاقة رحيل، ذهاب مؤقت لحين إشعار آخر. أوكي، السؤال اللي بعد، هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال؟ خمسة السيوف، مو راضي ولكن كأنه يقول غصبا عليه كان لازم هذا الشيء يصير، لأن إذا هالشيء ما صار ما راح أحصل اللي أبيه. ما حد يقدر يفوز في هذا السيناريو، سيناريو خمس السيوف. لازم حتى لما تفوز يكون في ثمن يندفع على حساب أحد ثاني، على حساب شخص آخر راح تفوز. لازم مثل ما نقول إحنا تقوي قلبك، بحيث إنه هو قاعد يقول بغض النظر يكون بين الفصل مؤقت أو حتى دائم، ما أقدر أخسر مرة ثانية، أخسر أني مثلا أكون في علاقة مو مقتنع فيها أو مو عاجبتني، أو شخص يحاول يتحكم فيني، أو شخص يحاولنا. عند هاي النوع من الطاقة احتمال أنك تتعامل مع عقرب قوس. عندنا هنا أيضا الأبراج الهوائية، دلو، ميزان، جوزاء، كرت العاشقين. أوكي، العاشقين ترى مو دائما نتكلم عن السول ميت. كرت العاشقين هنا يتكلم عن الخيارات، في خيارين عند شريكك، احتمال كبير برج هوائي بس مو شرط. ماخذ طاقة الأبراج الهوائية اللي تقول عندي خيار رقم واحد، عاشقين فيه اثنين، خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا مو عاجبني الوضع، مو مقتنع، واواصل وانا مو مقتنع، في اشياء لازم اضطر اتحملها معاه، او اتركه لحد ما اخلي برج الجدي هو اللي مستعد يعطيني اللي أبي. شنو الشريك كان يبي منك بالضبط؟ أنت اللي تعرف شنو اللي كان ناقصه، شنو اللي كان مو عاجبه في العلاقة، مستعد إنه لدرجة إنه يتخلى عن العلاقة عشان يحصل على مراده. أوكي، مو سعيد، ولكن هو يقول هذا اختياري وراح أقف بجانب خياري لحد ما أحصل اللي أبي. عناد أكثر. ثلاثة الأغصان، شريكك قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء all or nothing، اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء، لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي، ولا ابي اي شيء اسمع عنه، ولا ابي حتى اخبار تاتيني عنه، راح اهتم بنفسي، اطلع في الشمس، اسافر، اغير، اتعرف على ناس اخرين، لان هذا الشخص اللي انا اخترته قبل ما عطاني اللي ابي، ما فهمني او ما قدرني، عنده مشاعر لوم، مشاعر ردة فعل. السؤال اللي بعده، ما هي خطوة القادمة؟ تسع الخماسيات، راح يستمر.
برج العقرب ما يتنازل او ما يقرر شيء وبعدين تشوفه خلاص ينفض ثوبه ويتخلى عن الشيء اللي قرره، الا برج العقرب ماستر الابراج المائيه. يبتدي ببرج العقرب كرت الموت، ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات. مصمم، اذا كان رجل اشوفه مصمم مليون بالمئة انه يعوض خسارته فقده للعلاقة لان انجرح كبرياءه. ما قدر احصلك بالشكل اللي هو يبيك لحد الان، يحبك لحد الان، اي ما انكر هذا الشيء، لكن يبي يحصلك بالطريقة هو اللي في باله. تسع الخماسيات، اذا كان رجل مصمم مليون في المئة انه يفتح لمشروع ويصير صاحب جاه، يصير ناجح، مو بس يصير ناجح، يهتم بشكله، يصير رشيق، حتى إذا كانت امرأة مصممة أنها تهتم بشكلها، تهتم بنفسها، تضع نفسها فوق الآخرين، تصل إلى أهداف مو سهل أن الواحد يوصل لها. عند خطوة القادمة مو تجاهك أنت، خطوة القادمة تجاه نفسها، الوصول إلى المعالي لوحدي، أعوض خسارة علاقة حب بنجاح مالي، نجاح عملي، نجاح حتى شكلي، رضا عن نفسي. المزيد من طاقة الماء، عقرب حوت سرطان، فارس الأكواب. فارس الأكواب هنا شنو خطوته القادمة؟ يأتيك بكوب من الحب؟ لا، أحسن شكلي، أحسن وظيفتي، أخلي صيتي يوصل بين الناس إن أنا الأمير الأعزب أو الأميرة العزباء، عشان برج الجدي هو اللي أصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغييرات. أوكي، عند احتمال ايضا انه شوف شخص متزعزع هني نوعا ما، ثقته بنفسه متزعزعة، كأنما يقول راح اول شيء احسن من نفسي، احسن من دخلي، ارتب اموري مع اهلي حتى شكلي، بعدين اتوجه نحو الحب، بعدين ارد حتى افكر اني افتح صفحة جديدة مع برج الجدي. يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية. كارت الجاجمنت، خروج الأموات أو عودة الأموات إلى الحياة، بوق إسرافيل، يصحون من النوم، يطلعون من القبور. مو بس تغيير شوية في الشكل والرتوش وتحسين، لا لا، تغيير مليون في المئة. يعني مثل ما نقول شلون إن القط يصير أسد، هاي النوع من التغيير، متوجه نحو أهداف كبيرة، بس أيضا ما أشوفها نحوك أنت، لا، هو شنو حاط قدامه؟ أصير إنسان أحسن، أحسن من دخلي، من شكلي، عشان بعدين تكون عندي فرصة أفضل مع شريك برج الجدي. لحد الآن ما أنهى الفايل اللي بينكم، ما أنهى الأمل أو ما قطع الأمل، لحد الآن الأمل مفتوح، بس يحس بينه وبين نفسه أنه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان يحس أنه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع. يعتمد هني من الجنس، إذا هو الرجل هو راح يطلب الرجوع أو رد يفتح معاك موضوع، إذا أنت الرجل وهو يتوقع أن عقب ما يحسن من وضعه أنت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه، يعتمد على الجنس هنا. المجموعة اللي بعدها، العزاب، أول سؤال، الشخص القادم بطريقك، مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجدي. عندنا كرت برج الحوت العالمة، شخص احنا نقول عنه سكيتي كتوم، ما يتكلم وايد، بس مو خجول، لا، ما يتكلم لانه ياخذ وقته يطالع الناس، يراقبهم، يفصفصهم، يعرف الزين من الشين، يقيمهم، ذكي، ذكي جدا، يراقب من بعيد بدون ما ينخرط، اول شيء يراقب من بعيد ويقرر هل انت مثلا تصلح له او لا. بيج اوف سورس، قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك، يحاول يجمع كل المعلومات، يتطقس، يقيم، يجيب أخبارك، حتى يلاحظ أسلوبك في الحياة، تصرفاتك، أنت تحب تسافر ما تحب تسافر، أنت متحرر أنت متدين، يأخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك، عقب يدخل في حياتك. عقب كأنما أحس هني بعد هذا الشخص أول شيء دائما يحاول يحصل على ثقة الآخرين، أوكي، يعرفك على نفسه عن طريق مثلا رسمي، يخلي وجهه يصير مألوف في حياتك، إنه شفته كذا مرة في كذا مكان، بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك. عندنا هي طاقة برج الحوت، طاقة الأبراج الهوائية في السيف الصغير، دلو، ميزان، جوزاء.
الخماسي الأول اللي يكون تقديم هدية عرض، أحس هذا الشخص حتى لما يبتدي يكلمك عن الارتباط أو الدخول في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية. يمكن هو أيضا برج الترابي عشان كذي واقعي ورسمي، بس يحب يتكلم في التفاصيل. إنزين، أحب أكون صريح معاك من البداية، أشوفك هل أنت راح توافق ما توافق، شنو أفكارك تتناسب مع أفكاره. في البداية ما عنده حب، عنده let's get to business، خلنا نتكلم عن توافقي وتوافقك، خلنا نقرر أول شيء بعدين إحنا لاحقين على الحب. هذا نوعية الشخص. أوكي، وظيفته وشكله. كارت برج الجوزاء العاشقين. الإمبراطورة كارت برج الحمل. البرج هذا كارت أيضا برج العقرب. هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة أنه يعمل في البناء أو المقاولات، أو على الأقل بيع هذه النوع من المواد اللي تستخدم في البناء. احتمال أيضا أن عندنا كارت الإمبراطورة أنه يعمل في مجال الإنجاب، التوليد، الخصوبة، عنده عيادة، يعمل في عيادة بس شيء يخص الإنجاب والخصوبة والمعالجة. أوكي، العاشقين مسؤول عن التحليلات، مسؤول عن المختبر، شيء كذي، هذا النوع من الوظائف. مختص بالمشاكل الزوجية، مختص بالمشاكل النفسية، عنده كثير من النضوج، مروا عليه الكثير من الأزواج، عشان كذي تشوف حتى طريقة كلامه معك شوي رسمية في البداية، ما يدخل من باب الحب، يدخل من باب التوافق والعرض. شكله عملي، مقبول على أقل تقدير، يميل إلى الطول أكثر من القصر، طوله إما متوسط إما شوي أطول من المتوسط. أوكي، عائلته أحس عنده نوع من ما بقول لك عائلة مفككة، ولكنها عائلة ليست مثالية. أوكي، يعني حتى طريقة أسلوبه في الحياة أحس مو مثالي، عنده شوي أطباع غريبة، عنده شوي أطباع مثل التدخين مثلا. أوكي، خلينا نشوف شلون تتصرف معه. ثلاث الخماسيات، يعطيك الخماسي الأول، أنت تحوله لثلاث الخماسيات على طول، أنت أيضا تتعامل معه بشكل رسمي بشكل جاد، تكون واضح معه في وضع الخطط، يعني بادر ولا تسكت ولا تتغلى، لأن هذا الشخص فعلا جاد. لما يعطيك خماسي توقع أن أنت ترد على الخماسي ماله، لما يعطيك عرض، لما يتقرب منك، فطاقة التغلي أو الابتعاد أو عدم الجدية ما تصلح معاه، لازم تكون متواجهة، لازم تكون واضح أنت أيضا معاه. مثلا إذا أنت أعزب ومستعد أن تكون في علاقة، كن واضح من البداية، لأن هذا الشخص راح يصدق أي شيء أنت تقوله له ويأخذك على محمل الجد، أنت اللي عندك هني المفتاح. ستة الأكواب، هذا الكوب يقول لك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي، لا تقارنه بشخص من الماضي، ولا تسوي افتراضات بخصوصه. شخص لأنه شوية حسه غريب، يجمع ما بين تقليدي، إنسان تقليدي، وإنسان أيضا خلينا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب، فلا تحاول إنك تحطه في تحت المجهر وتفهمه، صعب إنه تفهمه، يمكن يكون من الأبراج يمكن حوت، يمكن حوت، لأن الحوت غامض ما تفهمه بسرعة، وما تقدر تتوقع تصرفاته طول الوقت، غموض الحوت. الكوب الأول لما يأتيك ويعرض عليك، هني أيضا يعتمد على الجنس، لما يأتيك ويعرض عليك الحب، لا تتبع معاه لا طاقة تلاعب، لا طاقة تغلي أبدا، العكس، خليك واضح صريح، ودائما كلم عن أنت شلون تحس. إذا شفت منه خطأ، هذا نوع من الأشخاص، إذا شفت منه خطأ لا تزعل عليه، إذا شفت منه خطأ لازم تصارحه، هذا كوب الصراحة، اللي انت سويته حسسني بكذا كذا كذا. اوكي، لازم تكون مستعد ان تفتح معاه صفحة جديدة. انت ايضا احسك كأنه ما يبرج الجدي، عندك اما تعلق او تنتظر او تتأمل شخص من الماضي. هلا نشوف المرتبطين، واول سؤال، كيف يراك الشريك؟ عندنا هني تسعة الأغصان، سبعة الأكواب، طبعا القراءة ممكن تكون عكسية،
السيف الأول، شريكك قاعد أحس إنه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشيء، عنده حجة، عنده قضية، عنده جدال، يبي يقنعك إنه مثلاً نسافر، ننجب أبناء أكثر، أو حتى ما ننجب أبناء في الوقت الحالي، ندخل في مشروع معين، نتطور في مجال معين، عنده قضية، عنده شيء، عنده محادثة من القلب للقلب يريد أن يكلمك فيها، لأنه يحس أن أنت قاعد تأخر الموضوع، في موضوع أنت قاعد تأخره مع الشريك، ممكن يكون موضوع أن نكبر العائلة، أن ناخذ خطوة جادة، كنت تقول له مثلا لا لحد الآن ما أمننا مستقبلنا، إحنا مو مستعدين، أهلنا مو مستعدين، عندك تخوف، أنت متمسك في هاي الشهر. زين تشوفك أن أنت متمسك بالوضع الحالي، بالوضع اللي فيه أمان، المنطقة المعروفة، هو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الأول. 7 الأكواب، شريكك عارف وحاس فيك، كأنه ما يشوف أن أنت خايف من العواقب. أي عواقب؟ عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه، مع هاي المحادثة الصريحة، إن مثلا إحنا ما يصير نضل في هاي الدولة، لازم ننتقل دولة ثانية، إحنا غلطنا في هاي الشيء، لازم نعتذر من فلان أو نعتذر من. أنت هني كأنما خايف مو من الشيء نفسه، ولكن نتائجه، خايف أحد يشوفك إن أنت ضعيف، إن أنت مو قوي، برج الجدي من الأبراج القوية اللي تتحمل، خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا يحاول شريكك أن يطرحه عليك، هو يشوف عندك نوع من التخوف، مو متشجع كثرة إلى أن تاخذوا خطوة إلى الأمام. أوكي، خلنا نشوف السؤال اللي بعده، ما هي نقاط قوتك في العلاقة؟ 8 الخماسيات، أكثر شخص مجتهد، أكثر شخص يستمر في الاجتهاد، سهل أنك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي، من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة؟ برج الجدي، لأنه قوي، لأنه يتحمل، يستمر 8 ساعات، أنت مجتهد، وهي من نقاط قوتك في العلاقة مع الشريك، ما تستسلم بسهولة وتقض كل شيء وتقول خلاص مع السلامة، ما تزعل بسرعة، إنسان منطقي وواقعي، لأن هاي طاقة الخماسيات. 7 الخماسيات، باقي الأبراج لما مثلا يشوفون عقبة، يشوفون صعوبة، يشوفون أن الموضوع اللي قدامهم حلمهم راح يطول، يستسلمون، يتعبون، ييأسون. مو أنت، أنت الثابر وتتخطى كل العقبات. هذا من نقاط قوتك في شراكتك. وأيضا كأنما أحس هنا ما تأخذ no for an answer، لما حد يقول لك لا، مو معناتها أن خلاص راح تأخذ اللا مالتهم وتعيش فيها، لا، ما تقبل إجابة لا، تظل الثابر وتحاول إلا ما تخترق شيء، إلا ما تحقق اللي في بالك. عناتك في محلة. عندنا كارت برج السرطان، العربة. شوف، من نقاط قوتك ان انت دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك يحس ان هو مميز، وان هو فخور فيك، وان انت يمكن الاعتماد عليك، وان انت قوي. الحصان ايضا رمز القوة والسرعة، هذه من نقاط قوتك في العلاقة. خلنا نشوف كيف التوافق بينكم لشهر 8 اغسطس. عندنا كارت الامبراطور، السيف الصغير، وكارت القوة، كارت برج الاسد. تقريبا هنا عندنا طاقة جميع الأبراج، فما راح أحدد برج معين، هنا برج الأسد، وهنا عندنا الإمبراطور برج الحمل. التوافق بينكم لشهر 8 أغسطس، أنت مثل ما قلت لك، إما أنت إما الشريك، في طاقة هنا شخص الإمبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع أنه مثلا يغير في شيء، يبي يظل على الوضع الحالي. واحد منكم يبي يكبر الأسرة، واحد منكم يبي ينتقل مثلا من بيت العيلة، واحد منكم يبي يدخل في الزواج، الثاني مو مستعد، الثاني يقول وضعنا تمام، وضعنا أمان، ليش نغير دام ان احنا مرتاحين. الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر 8 راح يحاول حتى لو على الأقل بدايات التغيير يجلبها للشريك، ممكن انت، ممكن شريك. هني السيف الصغير تحاول ان تستفزه او يستفزك حتى يقنعك، عنده حجة. السيف الاول، السيف الصغير، عنده حجة يحاول يقنعك فيها، يحاول يخليك. انا اشوف، مو قلت لك مجتهد، مو قلت لك قوي، انت شريكك يعترف هني انه يحتاج الى انك تكون معاه 100% متفق معاه، وتؤمن حتى بالوجهة اللي حاطنها،
بالمكان الجديد عشان العربة تمشي، العربة ما تمشي بحصان واحد، فأنت لازم تكون مقتنع عشان تعمل معه. حيكون أحس شهر مليء بمحاولات للإقناع والنقاش بينك وبين الشريك. في واحد راح يكون اثنينكم عندك كرتين ميجر، كرتين رئيسيين، واحد برج الأسد واحد برج الحمل، لكن أحس هني طاقة برج الحمل هو اللي قاعد يتصرف كذي بنابع بدافع الخوف، طاقة برج الأسد هو اللي صاير شجاع أكثر، يحب المخاطرة أكثر ويعتقد أنه هو صح، وفعلا أحس أنه هو صح أكثر. يطلب شيء في تغيير، يطلب شيء في انتقال، ومتمسك أيضا برأيه، ولكن ما يبي يضغط عليك وايد، رح يحاول أنه يقنعك بطاقة السيوف، ترى مو بطاقة الحب، بطاقة الإقناع، الكلام، المناقشة. شهر مليء بأن شريكك بشكل خاص هو اللي يتحداك في رأيك، هو اللي يتحداك في وجهتك. أوكي عزيزي برج الجدي، هذه كانت